مرحبا، معكم فراس الحاج محمد من شباب صناع الرأي، جيناكم بحلقة جديدة من الليتست نيوز. أكيد كلنا سمعنا عن الأسبوع الأمني، وأكيد سمعنا عن مئات المطويات والسيارات اللي توقفوا من خلال الحواجز. بلشت وحدات من قوى الأمن الداخلي اعتباراً من يوم الأربعاء لغاية 24 أيار ضمناً تنفيذ خطة أمنية شاملة ومتشددة بالعاصمة بيروت وضواحيها، وأكيد من ضمنها الضاحية الجنوبية، وهيدا الشيء لحفظ الأمن والنظام ومكافحة ظاهرة انتشار الدراجات والآليات المخالفة، مع العلم أنه الإحصاءات فرجت أنه هيدي الآليات عم تستخدم لارتكاب العدد الأكبر من الجرائم. ارتفع الصوت اعتراضاً لأنه البعض بيعتقد أنه هيدا الشيء بمس بالطبقة الفقيرة. هيدا التصرف اللي عم تعملوه كتير خطير، أنتوا عم تدقوا بلقمة عين الفقير فقط، خربتوا البلد، شحطتوا البلد، سرقتوا البلد، عملتوا الدولار ب100,000، كل شيء بالبلد غيرتوه، ما تركتوا للمواطن اللبناني نفس يتنفسه. اخر شيء لاحقينه على الموبيلات مقصطه ودافع دم قلبه ليجيب لقمه خبز للبيت ليطعم اولاده. لك يا عيب الشوم عليك. بس في خبر منيح بالموضوع، انه النافع رح تفتح، بس الاولوية رح تكون للاشخاص اللي تضرروا، من الداخلية للسياحة. من بعد ما ربحت حملة اهلا بطلة بسنة 2023 جائزة افضل حملة ترويجية عربية، اطلق الوزير وليد نصار حملتنا الجديدة بسنة 2024 مشوار رحيم مشوار، بس بدون ما نبرم العالم بنهار. احتفلت وزارة السياحة وبلدية دوما البترونية باعلان بلدة دوما من افضل القرى السياحية لعام 2023 بحضور الأمين العام للأمم المتحدة اللي كان عم يزور لبنان لأول مرة. ولفت الوزير أنه اتبع من اليوم الأول لإله بالوزارة استراتيجية إعادة علاقات لبنان مع المجتمع الدولي. نحن حملة مشوار رحيم مشوار هيدي السنة قصدنا هذا العنوان كتير حلو، كلنا بنعرف السياحة الداخلية كتير ناشطة، ونحن باستعمالنا هذا السلوغان اللي هو غنية الرحاب لمشوار رحيم مشوار فينا نطبقها على كل المناطق بلبنان، وهالشيء له رمزية كتير مهمة أنه لبنان كله حياة، وإن شاء الله بالصيفية بيكون في استقرار أمني وبنكون عايشين ليل ونهار بكل المناطق. بهدف تعزيز جهود العدالة الاجتماعية، عقد اجتماع بالمركز الرئيسي لمصرف الإسكان، حيث اللي اقترحوا مبادرة جديدة لدعم أشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بترميم منازلهم. كل لازم يعملوه هو بتقديم طلب لقرض الإسكان، وبتم الكشف على المنزل من خلال خبراء ومهندسين، وعلى هذا الأساس بيعطوا القرض. صرح البروفيسور جاك مخباط عن انقطاع دواء الإيدز، وهذا الشيء بيؤدي لتكاثر المرض وبيؤدي للعدوى وارتفاع مستوى الإصابات. أكيد كلنا سمعنا عن الجريمة المروعة اللي صارت بمنطقة صور أمام المسجد. هيدا الجريمة صارت بسبب خلاف على صفة سيارة، وهذا الشيء دفع رجل الدين على إطلاق النار على المواطن مما أدى إلى قتله. بأحد المدارس بصغرتا في معلمة جن جنون على طالبة، شدتها بشعرها وضربت لها راسها بالحيط كذا ضربة. نقلوا هيدا التلميذة على المستشفى، وهلأ حالياً وضعه مستقر، بس هيدا الشيء سبب لها أزمة نفسية، واليوم صار في وقفة تضامنية مع التلميذة أمام المدرسة. ومنختم بآخر أخبارنا، حيث أنه أكدت السلطات الإيرانية عن وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين عبد اللهيان وكل المرافقين اللي كانوا معهم بحادثة سقوط مروحية اللي كانت عم تقيلهم لأذربيجان. أما بالمقابل فأعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب مئات الحداد الرسمي لمدة 3 أيام،